السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني الكرام، متابعي قناة من آخر خلاصة. معكم محمد نور الدين، وبعتذر جدا عن تأخير، عندي ظروف الأيام ديت في شغلي ما خلاني متأخر عليكم في كل الفيديوهات. موعد مباراة منتخب إنجلترا أو منتخب الدنمارك، مباراة في نصف نهائي كأس أوروبا يورو 2020. المباراة متابعيني الكرام اليوم بإذن الله تعالى الأربعاء 7/7 أو 7 يوليو 2021، مباراة إنجلترا والدنمارك ميعادها الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 10 مساء توقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. المباراة ميعادها الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، وميعادها الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القنوات الناقلة للمباراة قناة بي ان ماكس اتش دي 1 وماكس اتش دي 2 وباك بي ان 4K. معلق المباراة حسن العيدروس. ملعب المباراة ملعب ويمبلي في انجلترا. متابعينا الكرام، المباراة أنا قلت لك دلوقتي القناة الناقلة والمعلق وتوقيت كل توقيتات الدول. يعني قبل ما أقول لك اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو زي ما بقول كل مرة، هقول لك توقعي نتيجة المباراة. أعتقد يعني إنجلترا والدنمارك هتبقى مباراة قوية جدا. ما تبصش إن إنجلترا اسمها الكبير إنها مشاركة دايما في البطولات الأوروبية، كأس العالم وطبعا الأمم أوروبا والأمم الأوروبية، والدنمارك يعني اخر مره عملت حاجه زي كده يوم ما حصل الحادثه، مش فاكر 1998 او ممكن في اخر التسعينات يعني. الا ان اعتقد الدنمارك ده قوي، الدنمارك منتخب الدنمارك اللي داخل المباراه مش زي منتخب اوكرانيا هياخد اربعه ويخرج، لا اعتقد انجلترا هتقدر تفوز، ولكن ممكن بركلات الترجيح او 1-0، فرق واحد فقط، 2-1 الحاجات دي، لان المباراه هتبقى قويه جدا وحاسمه جدا. اعتقد انجلترا هي اللي هتتاهل الى نصف النهائي، الى نهائي باذن الله تعالى اوروبا ليج، لمواجهه طبعا منتخب ايطاليا اللي فاز امس. اشترك في القناه وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو، واهم من كده تكتب لي توقعك بنتيجه المباراه، اكتبها لي في التعليقات، ونراكم فيديو اخر باذن الله تعالى عشان تشترك معانا في السبقه الرياضيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.